سيدك وموقف اذا تسمح لي اسولف فيه براحتك. الله يسلمك. احد مشايخنا من المشايخ الشجعان خش. التقيت فيه بكربلاء سولف له موضوع اسمعني على هذا النظام السابق. ايه الله علي. يقول دعانا صدام حسين دز علينا، بس يقول احنا عبرنا له من الجنوب وضيف وجايك خوش. احنا تقريبا يقول 15 شيخ، يقول وصلنا باو علينا شبه الاستهان بينا، باو علينا وسد الباب ودخل خوش. ساعة تقريبا بالثنتين الظهر يعني، كانت ايام صيف. يقول دزلنا النائب مالته معروف، المهم جانا واحد من طرفه يقول سولف ويانا واحنا واقفين. لا قال تفضل، لا سولف ويانا، قال نريدكم تسندون اخوتكم اخوتكم الرفاق وكذا وكذا، ويش نريد من عندكم وهاي، ومشكورين والله محمد وعلي واخر دول اللي مدفوعين الثمن. اي هسه يقول انا يقول انا اللي هزتني، يقول وقت غدا يعني وقت لا صلاه خوش. لا قل لنا تفضل لا شي، قلت لعم انتم ما عندكم مضيف. يقول انا حط العقال فوق راسي لازم اطي حقه، هو من المشايخ تعتمد عليهم. اي يقول الملابس انا بينه وبين روحه، قلت انا هذا الملابس اذا ما اطي حقه. اي هو كل من بيومه يسولف، يقول حكي حكايه مو حلوه. هو يقول صارت بيناتنا مشاجره، يقول مشاجره شاجرتي وياه هناك، قلت له ادب بالعقال لو اطلع له ببطني. هذا اللي يطلع قال حق اي وعلي. فيقول احنا سويناهم احنا جبناهم احنا ايش. المهم فعن لسان هذا الشيخ قلت لك انا صدام حسين ما يشرفني، حتى لو كانت اساءه ما يشرفني اكتب علي. احسنت اي والله احكي لك الصراحه عفي. اي لكن اكو مواقف مال زلم مال رجال على صدام تستحق واحد يكتب عليها. اي والله صحيح. فهذا الموقف مال الشيخ هيجني، كتبت علي قلت له يقول له هو يحاكي يقول له درت وجهك علي حسبالك ترجاك وانا الما ملتفت حتى على كالتالي. الله انا ويا الشمس يومية مختلفين، خاف ببالها تستصغر خيالي. الله الله الله, الله, الله. بسجن بسجن والموش مذنب الما عده شيء، بوس الرجلين وانا مذنب وما خل امه خالي. الله الله. الحرام ببيتنا وما قلت له ليش تبوك، فشل ببيتنا ويطلع بشف خالي. الله الله. خابيه تصبق هوا يا اهل يعرفك كان. الحرام ببيتنا وما قلت له ليش تبوك، فشل ببيتنا ويطلع بشف خالي. يلي تصبق هوا يا اهل يعرفك كان، لو ما قمقم وفنجاني ودلالي خاب انا ريحه قهوه تدلل متيهين. أنا ريحة قهوة تدلل متيهين، وأنت من اللي يضيفك دمعك إلالي. الله الله الله. جنازة ببيتنا، اسمع شو أقول لك. ايه؟ وغفلة من جان الضيف. ايه؟ جنازة ببيتنا. وغفلة من جان. وغفلة من جان الضيف. وكان الميت أغلى من النفس مالي. عطلت الجنازة وعزبت للضيف. الله. وما خليته يسمع بكي وحس عالي. الله. وثلاث أيام ما سأل الضيف منين، خاف يقول ما اللي وراد ببالي. الله الله. أنا انطيتك الخيل تغير فوق شلون؟ شلون؟ ثلاث أيام. جنازة ببيتنا وغفلة من جان الضيف. وكان الميت أغلى من النفس مالي. عطلت الجنازة وعزبت للضيف. وما خليته يسمع بكي وحس عالي. وثلاث أيام ما سأل الضيف منين، خاف يقول ما اللي راد ببالي. يلي تصبق هوا يا أهل يعرفك كان، لو ما قمقم وفنجان ودلالي أنا ريحة قهوة تدلل متيهين. وانت من اللي يضيفك دمعك إلالي، وانت من اللي يضيفك دمع قبل لا يطيك خضارك حاصد انا القاع او قبل لا تزرع انت مترس اسلالي. يسولف عن النهر والماي والناعور وهو الحب الباب مفطر وخالي. الله الله. الجسر فوق النهر بس احنا فوق ندوس، وترى ينداس كل من طبعا متعالي. الله ترى ينداس كل من طبعا متعالي. احسنت.